اولا جو الانتخابات بالطيبه هو جو حماسي موجود من الاطراف المتنافسه وخاصه لرئاسه البلديه، في وعي عند شبابنا وعند كبار. طيبه فيها نسبه متعلمين مثقفين اللي ما بيسمحوا انه نطلع من الحضاره والثقافه والقيم اللي احنا موجودين وهي مسيطره علينا، بالمعنى حرية الرأي، حرية الاختيار للشخص اللي انت بدك اياه. الاجواء في مدينة الطيبة مريحة، وبنتمنى انها تستمر كذلك، لانه احنا كلنا اولاد بلد واحد رغم بعض الشوائب التي تسودها، ولكن بشكل عام الوضع جيد جدا. نسبيا الانتخابات في مدينة الطيبة اسوة من بقية القرى والمدن الاخرى هادي جدا، هادي جدا، بس في بعض المناحرات عبر وسائل الإعلام الحديثة هاي. أطلب من جميع المرشحين إنهم يضبطوا البعليم، يعني النشطاء تبعينهم، بلاش التهجمات الشخصية كلها. دائما وأبدا كانت مدينة الطيبة هي رمز التسامح، رمز الإخاء، رمز الوفاق. فنرجو في كل المجالات سواء في الرياضة في العلم، كثير الطيبة خرجت ناس محترمين وما زالوا حتى يومنا هذا. أهم القضايا للأسف الشديد هي الأمور الأساسية اللي هي من المفروض أنه تبقى مؤكدة، اللي مثل لم الكمامة وتعبيد الشوارع وتصليح الشوارع والتربية والتعليم، لأن هي الأساسية اللي من المفروض كانت تكون بديهية، ونطلب أشياء متطورة أكثر، ولكن للأسف كثير من قطاعات البلد تحتاج إلى تصليح وتحتاج إلى تطوير. أمن الشخصي لكل واحد فرد في الطيبة طبعا، وبناء البنية التحتية ونظافة الشوارع والمؤسسات، بناء نوادي. أنا بشوف أنه من الطرفين المرشحين للرئاسة كل واحد، كل شخص منهم بحاول يسوق نفسه. إذا الرئيس الموجود بيحكي قاعد عن إنجازاته، والرئيس القادم بتكلم قاعد له رؤية أفضل من الرئيس الحالي الموجود. ولكن أنا بتوخى وبتأمل من الرؤساء إنهم أو المرشحين يكونوا قدوة يقتدى فيهم بالطيبة، حتى إنه ما تكونش هناك لا سمح الله الطيبة أوعى من هيك، وسبق انتخابات أزيد حرارة موجودة والطيبة واعية جدا، وإن شاء الله إنه الانتخابات هاي بتنتهي بدون مشاحنات، وكل إنسان حر برأيه، انتخب من تشاء، حر أنت برأيك، ويبقى ضميرك مرتاح، واعرف الصوت اللي أنت بتحطه للشخص أماني ضميريا، إنه هذا الصوت يستخدمه إلك، لأولادك، لبيتك، لبلدك، لمستقبلنا إن شاء الله. لأنه القضايا اللي بتهم المواطن هي القضايا المحلية أكثر من القضايا العامة اللي هي في الدولة، وهي أقرب له، أقرب إلى قلبه، أقرب تأثيرا على مجريات حياته. شيتش مع إكس أو مع واي، أنا مش عدو إلك يا أخي العزيز، أنا مواطن زي زيك، إحنا تربطنا علاقات في الطيبة وخارجها، وبالذات في مدينة الطيبة تربطنا علاقات أخوة ونسب وجيران وحسب، ولا يمكن انه يصير التناحرات هاي اللي بتصير في الكرة العربية. كل يوم نسمع انه في اطلاق نار على بينتخب فلان، احترمني يا اخي زي ما بحترمك انا، كل واحد ورايه، بنظلنا اخوة، بنظلنا احباء، زي ما قالها احد رؤساء السلطات المحلية رحمة الله عليه من بيت الطيبة، انتخب من تشاء وانتخب من اشاء ونظل اخوة متحابين ومتشابكين مع بعض إن شاء الله. سؤالك وجيه، انتخابات السلطات المحلية في موجود عندنا هنا تركيز أزيد، أولا التمثيل المحلي
هو من الطيبة، سواء رئيس أو المنافس تاعه والأعضاء. هاي الشخصيات موجودة بتمثل عائلات، إذا العائلات اللي بتمثلها بجندوها حتى إنها تكون فعالة ونشيطة، وبقدروا يوصلوها ويركبوها بسيارتهم للصندوق. للبرلمان بيكون نسبة التصويت أقل، يعني إذا بنتخرف إحنا للأسف لازم كمان بالبرلمان توصل نسبة التصويت لثمانين وخمسة وثمانين وتسعين في المية. وعلى اليوم لو أنه نفس النسبة اللي بننتخب فيها للسلطات المحلية هي بتكون موجودة بالكنيسة. أن يتقي الله في عمله، باختصار خير الكلام ما قل ودل، أن يتقي الله في عمله. ليس أنا يعني بلوم، وقلت لبعض رؤساء القوائم يعني لا يعقل أنه واحد تجيبه لأنه ابن عيلتي فلان، أو لو أنه وراه 20 صوت ولا 25 صوت ولا 30 أو أكثر من ذلك، أنه لا يكون ملم بالسياسة أو في العلاقات الاجتماعية، ملوش ليس اجتماعي كان في بلده، ما كانش يشترك في المناسبات مثلا سواء البيوت العزاء او الافراح، وفجأة واحدة بده يترشح لانه بده مصلحة معينة. ومن هنا ومن موقعكم هلا يرجى او اطلب الترفع عن المصالح الشخصية. كل البلد بترفع بيقول لك المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية، بس لما نتكرب عن جد عن جد بتلاقي من وراء الكواليس انه الزلمة طالب اشي اما لاولاده او لكناينه او لاولاده، هذا عيب. ارفعوا دائما المصلحة الشخصية، لا تقول شو بدك تعطيني، قول شو انا ممكن اقدم لبلدي. انا بتأمل كل شخص اللي عنده طموح انه يصل لكرسي الرئاسة تتوفر فيه اولا حتى الناس تثق فيه الصدق والأمانة. الصدق والأمانة أن يكون مخلص مع الناس بحديثه بنهجه بالخطة اللي هو أجا وكان للناس أنه أنا بدي أعمل واحد اثنين ثلاثة واثنين. هو موجود مسؤول عن مئات الملايين، مئات ملايين الشواكل اللي هاي مرصودة لخدمة المواطن، الشارع، المجاري، المدارس، جميع النواحي. فيكون أمين على هاي، وإن شاء الله أنه كل شخص اللي يطمح أنه يكون رئيس يكون صادق وأمين مع أهل بلده.